ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر تقنية الزوم مدير مركز شمس للإعلام والحقوق الدكتور عمر رحال. سيد عمر، مساء الخير. دكتور مساء عمر، الخير لك مساء الخير. بداية، بما ينذر هذه التصرفات التي تقوم بها الإرهابية، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية الإرهابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟ ببساطة شديدة، هذا يعني مزيد من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويعني مزيد من الضحايا والشهداء والجرحى والتخريب. هذا ينذر بأن إسرائيل تحاول أن تجرنا إلى مربع العنف غير المتكافئ. نحن كفلسطينيين لا يوجد لدينا أي إمكانيات غير إرادتنا وصمودنا على الأرض. نعم، برأيك نعم دكتور، يعني برأيك ما هي ملامح الصورة القادمة في فلسطين، يعني في ظل تشكيلة نتنياهو الجديدة؟ يعني كل الحكومات الإسرائيلية حكومات قتل وتشريد. نعم. وحكومات متطرفين. الحكومة القادمة بتشكيلتها الحالية هي حكومة تصعيد وحكومة مستوطنين وحكومة استيطان وحكومة إجرام. نحن نتوقع يعني مزيد من التصعيد ومزيد من يعني الاستهداف والإعدامات الميدانية ومزيد من الاجتياحات، بالإضافة إلى يعني منع حرية الحركة والتنقل وتشديد الحصار على قطاع غزة، تهويد للقدس بشكل أكبر وأكثر، ومزيد من الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة واعتقالات يعني مستمرة بصفوف أبناء شعبنا. وبالتالي هذه الحكومة أجندتها واضحة من خلال البرامج الانتخابية التي أعلنت عنها أحزابها قبيل انتخابات الكنيست. وبالتالي سيكون هناك مزيدا من التصعيد ومزيدا من الاستهداف بحق أبناء شعبنا. نعم، ماذا عن توحيد الصف الفلسطيني مع التصعيد المستمر لقوات الاحتلال دكتور عمر؟ يعني من المؤسف أن طرفي الانقسام سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يديرون الظهر لما يجري. هناك مزيد من التصريحات والشجب، ولكن على الأرض لا يوجد هناك ما ينذر بأن هناك تلاقي فلسطيني وأن هناك برنامج إجماع وطني وأن هناك مصالحة فلسطينية وأن هناك نزول من على الشجرة من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيك يعني بقضيتنا الوطنية. وللأسف الشديد لغاية اللحظة لا يوجد هناك أي إشارة بأن المصالحة قريبة وأن يعني الشراكة السياسية وبرنامج إجماع وطني سيكون حاضرا أمام الفلسطينيين. فصائل تشجب وتستنكر دون أن ترتقي إلى يعني حجم المخاطر التي تتهدد وجودنا ومشروعنا الوطني برمته. نعم دكتور عمر رحال، مدير مركز شمس للإعلام والحقوق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.